نعم مشاهدينا الكرام، تنطلق يوم 29 اكتوبر الحالي فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019، وهو الحدث الذي يستمر لغاية الأول من نوفمبر المقبل، ويقام الحدث تحت شعار مدن آمنة وذكية. الحديث أكثر عن هذا الحديث يهمنا ويطيب لنا أيضا استضافة السيدة ريم المنصوري وكيل وزارة المواصلات والاتصال المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي. مرحبا بك ومسهلا. يا مرحبا، حياك الله معنا. يا مرحبا بك. ببداية بنتكلم بشكل عام عن هذا الحدث. طبعا هذا الحدث هو يعتبر النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لله الحمد حققنا نجاحات في النسخ السابقة، ولكن بفضل من رب العالمين والقيادة الرشيدة اللي وجهتنا من أجل نحن نوضع خطة طموحة للنسخة الخامسة. النسخة الخامسة إن شاء الله متميزة بأنها عالمية، وضعنا فيها هدف كبير لقطر بحيث أن نحط له ثقل استراتيجي في المنطقة وفي العالم. اختيارنا لشعار المعرض نفسه والمؤتمر مدن آمنة وذكية يدل على اهتمام قطر أنها تكون محط أنظار في المنطقة للحلول الذكية، وكذلك متخصصة في مجال الأمن السبراني. ممتاز. طبعا هذه النسخة فيها ثقل استراتيجي مصاحب لهذه النسخة، عندنا حدثين عالميين. الحدث الأول اللي هو مؤتمر ميونخ للأمن، اجتماع المجموعة، وهذه له ثقل سياسي واستراتيجي. سيجتمع عندنا مجموعة كبيرة من الاستراتيجيين والقادة والمفكرين وأصحاب المناصب في الحكومة من أجل مناقشة الأمن في المنطقة، وبيخصصون بالذات الحوار في الطاولة المستديرة الأولى مركزين على الأمن السبراني. والحدث العالمي الثاني اللي قطر تميزت فيه استضافتنا لنسخة مؤتمر المدن الذكية إكسبو برشلونة. استضفنا هذا اللي يعتبر المؤتمر من الوحيد والفريد من نوعه في العالم، وله عدة نسخ في مختلف الدول، ولكن قطر حصلت على الحق الحصري لمنطقة الشرق الأوسط إن شاء الله، وراح يكون مصاحب لكيتكوم. ممتاز. النسخة الخامسة غنية ودسمة بالفعاليات اللي قايمين فيها، ولكن خلينا نتكلم عن مثل هذا المعرض ومثل ضخامة هذا المعرض وهميته. لابد أن في هناك تعاون كبير من جهات مختلفة في الدولة. يا ليت نتكلم شوي عن أبرز الشركاء اللي متعاونين معكم في هذا. طبعا هذه النسخة متميزة بعدد الشراكات فيها، ولله الحمد يعني تعدينا 400 عارض ومشارك من الشركات المحلية والدولية. عندنا أكثر من 60 دولة مشاركة معنا. الرعاة يعني تفوقنا على النسخ السابقة، عندنا 29 راعي للمؤتمر. طبعا لإحقاق الجميع حقهم حبيت أن أنا أشكرهم وأذكر أن عندنا 29 راعي، 3 جهات وشركات رعاية استراتيجية، وهي شركة أريدو وبنك قطر الوطني وهيئة قطر للمناطق الحرة، وعندنا 7 شركات وجهات راعي رسمي الأوفيشال. عندنا شركة مواني واللجنة العليا للمشاريع والإرث والخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي، وشركة مايكروسوفت وفودافون وقطر ريل. عندنا 8 جهات وشركات اللي هي الفئة اللؤلؤية، منها شركة معلوماتية وجي بي ام ودل وهواوي قطر وميزة وملاحة ومركز قطر للمال واس اي بي. عندنا 4 شركات للفئة الذهبية، سيسكو وأوراكل وشركة المناعي ومواصلات كروة. طبعا 7 جهات وشركات اللي هي الفئة الفضية، كيو تيرمينالز وبنك قطر للتنمية وشركة تالس وبي اي زون وديلويت وجامعة حمد بن خليفة وبي دبليو سي. طبعا هذه شركات كلها عريقة وتدل على اهتمامها في الحدث ورغبتها أنها تبرز فعلا الحلول الذكية لقطر وللمنطقة. ممتاز، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني من أهم الشركات العالمية
ما شاء الله راعية لهذا المعرض، هذا شيء جدا ممتاز، وندلدل على أهمية هذا المعرض حتى في المنطقة بشكل عام. لو نتكلم شوي أيضا عن المعرض، يحمل العديد من العناوين، لكن خلينا نتكلم عن أبرز العناوين مثل ما ذكرت من شوي، مرينا عليها بشكل سريع. أبرز عنوان يحمل المعرض وليش اخترتوا هذا العنوان؟ تماشيا مع رؤية سمو الأمير اللي شرفنا هذا العام برعاية الحدث وتشريفه بافتتاح هذا الحدث. فهذا في هذه النسخة هي برعاية سمو الأمير حفظه الله، وتوجيهات سمو الأمير ودعوته من منبر الأمم المتحدة للعالم بالتشاور والتناقش في موضوع الأمن السبراني. فمن المهم أيضا أن احنا نميز قطر في حتى مناقشة الموضوع، فيعتبر مناقشة الأمن في المدن الذكية والتحول للمدن الذكية هو موضوع يعتبر جديد وفريد من نوعه. حبينا أن احنا نتميز فيه، وحبينا أن احنا نستقطب السياسيين والشركات التجارية وكذلك ريادة الأعمال، الجميع ينضم تحت سقف واحد لمناقشة هذا الموضوع. من المهم جدا أن يكون الحوار مشترك بين جميع هذه الأطراف. ممتاز. أيضا المعرض راح يعقد عدة شراكات محلية وأجنبية أيضا، وخاصة في مجال الاتصال. لو نتكلم شوي عن هذه الشراكات وأهمها. الشراكات اللي راح تعقد يعني لحد الآن نقول وصلنا إلى ما يقارب ما يزيد عن 200 شراكة وعقد وعقود يعني وصفقات راح تعلن في كيتكوم، وكذلك إطلاق مشاريع جديدة والإعلان عن فرص استثمارية في دولة قطر. راح يكون هناك مساحة ومنبر خاص لهذا الإعلانات من أجل جذب الاستثمارات الخارجية، وكذلك لتسليط الضوء على دور هذه الشركات في التعاون مع السوق المحلي، وأيضا أنها نستقطب أفضل الاستثمارات منها. عندنا أيضا من الإعلانات المهمة اللي هي الشركات الصغيرة والناشئة. ممتاز. استقطبناها من مختلف دول العالم حتى يحصل نوع من الدمج مع شركاتنا المحلية. خصصنا مساحة تزيد على 1000 متر مربع فقط للشركات الناشئة، ولله الحمد وصلتنا طلبات تتعدى 500 طلب للمشاركة في هذا المكان، واخترنا أفضل الشركات من أجل أن احنا نحقق شراكة للسوق المحلي ولكن بما هو أفضل حول العالم. نعم ممتاز. يمكن الفترة الأخيرة نتكلم من 3 سنوات اللي طافت، قطر تعتبر فرصة لجميع الشركات سواء كانت عالمية أو قيد النشأ أو غيرها أنها تستثمر في قطر، وخاصة في ظل المشاريع العديدة اللي قاعد تقوم فيها الدولة. اللهم لك الحمد، والكل ممكن يأخذ فرصته ويأخذ حقه. نتكلم عن الشركات النشأ، نعطيهم شوي حقهم. بالنسبة للمعرض هذا، أنا كشركة نشأ قاعد أختلط مع في هذا المعرض مع شركات عالمية لها باع عديد، يمكن حتى اللي ما له في مجال الشركات يعرف هذه الشركة ويعرف نشاطها من كثر ما اسمها قوي، وخاصة في سوق العمل. نتكلم شوي عن هذا المعرض، شلون راح يسهم بعد إشراك الشركات النشو اللي توها جديدة على السوق، شلون بيفيدهم شلون بيساهم فيهم بارتقاء مستوى خدماتهم؟ طبعا فكرة المعرض هو يعتبر منصة لإشراك الأسواق العالمية بالسوق القطري، وكذلك لتحقيق الشراكات للصغار المستثمرين وكبار المستثمرين. في هذه المنصة احنا نطلق جميع المشاريع اللي تم عقد الصفقات فيها، وأيضا المشاريع اللي قطر راح تقدمها يعني في خطتها المستقبلية القريبة. ممتاز. فراح تكون هذه منصة واضحة لهم للاستثمار. بالنسبة للشركات الصغيرة وضعناهم في قلب المعرض من أجل أن هم يبحثون عن الفرص التشاركية مع الشركات الكبيرة المحلية والخارجية.
لأن معظم المصاعب اللي تواجه الشركات الصغيرة إنها هي ما تلقى فرصة العمل المناسبة. أكثر الشركات ممكن أنها يعني تموت بسرعة أو أنها ما تلاقي فرصتها الاستثمارية أو يتم الاستحواذ عليها في فترة قصيرة بسبب أنها ما تلقى هذه الفرص. فهذه المنصة تعتبر فرصة ذهبية لهذه الشركات. أيضا من الأشياء المهمة استقطبنا أكثر من 60 مستثمر محلي وعالمي. هذيلا راح يكونون متواجدين في برنامج خاص عندنا اسمه اعقد الصفقة. وصلتنا طلبات لا تعد ولا تحصى من الشركات الناشئة وكلهم جاهزين حتى أنهم يعرضون مشاريعهم على المستثمرين بحيث أنهم يحصلون على التمويل اللازم. فهذه تعد من الفرص الفريدة اللي الشركات الناشئة فعلا تطلب المساعدة فيها. ووضعنا هذا كله تحت سقف واحد ووفرنا لهم كل الدعم اللازم اللي يأهلهم أنهم يلاقون هذا الاستثمار المناسب من المستثمرين. ممتاز. وكنتم جمعتوا جميع الشركات العالمية ووضعتوها في قدام عيونهم، خليتهم ممكن يتعاونون مع أي شركة وفي هناك فرصة أكبر غير لما يتواصلون هم خارج وشركتكم بعيد عنهم. لكن خلينا نتكلم شوي ونخصص الحديث عن رواد الأعمال. رواد الأعمال أيضا ما شاء الله تبارك الرحمن بالفترة هذه نشطين جدا وقاعد يتجهون إلى احتياجات سوق العمل سواء في قطر أو السوق العالمية. نتكلم شوي عن أوجه الدعم. ذكرت يمكن بعض النقاط عن الدعم اللي تقدمونه لهم بشكل عام جمعتهم مع المستثمرين، لكن نتكلم عن رواد الأعمال أكثر. طبعا رواد الأعمال مثل ما ذكرت لهم اهتمام خاص في كيتكوم من خلال منصة نقدم فيها 5 برامج مهمة لريادة الأعمال. مشاركين معنا أكثر من 300 من رواد الأعمال، أكثر من 100 شركة محلية ودولية. عدد الطلبات اللي وصلتنا للمشاركة فقط التوقعات لليوم أنا أقول لك وصلنا أكثر من 1800 طلب للمشاركة. عندنا برامج اللي هو مخيم الأفكار. هذا برنامج يحرص على أن إحنا نستقطب الأفكار الواعدة للحلول والتكنولوجيا المبتكرة، نقدم لهم تأهيل أنهم يعدون خطة البزنس لهم، وبعدين يتم إعلان في كيتكوم عن طريق فريق من المحكمين. يتم تصفية أكثر من 100 فكرة إلى أن نوصل إلى أفضل 20 فكرة ويتم احتضانهم في مركز حاضنة الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات. إحنا بشكل سنوي نحتضن ما يقارب 40 شركة على مدى فترتين في السنة. هذه أحد الفترات اللي أيضا راح نحتضن فيها 20 شركة، والله الحمد عندنا شركاء مثل بنك التنمية فهم أيضا يستوعبون العديد من الشركات معهم. عندنا من البرامج المهمة اللي هو التحدي، وهذه تعتبر مسابقة نستقطب فيها مبرمجين محليين وخارجيين. وضعنا 5 مجالات في قطر تحديات ونطلب منهم يبتكرون فيها حلول جديدة. ومن أهم هذه التحديات مشاركين معنا القطرية ومطار حمد، عندنا أريد أيضا مشاركة لجنة الإرث أيضا مشاركة بتحديات، ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة. إن شاء الله راح تكون عندنا تصفيات كبيرة في هذه المسابقة، وبنطلع بأفضل 15 فكرة وحل للخمس تحديات هذه، وبيتم الإعلان عن جوائز لهم. طبعا الهدف من الجوائز هذه إن احنا نحتضنهم عندنا في حاضنة الأعمال لمدة 6 أشهر علشان نحول الفكرة اللي قدموها إلى بزنس حقيقي على أرض الواقع. عندنا 100 شركة أيضا اللي احتضنا اللي قدمنا لهم منصة اللي هي 50 شركة عالمية و50 شركة محلية. راح يكون عندنا مسرح الابتكار. هذه المسرح راح يقدم الجيل الجديد من رواد الأعمال، يختلط مع الشركات الناشئة الحديثة، واستقطبنا مجموعة من الخبراء في ريادة الأعمال من أجل تقديم الدعم وتقديم الاستشارات لهم، بحيث أن احنا نغني فعلا تجربتهم في على مدى 4 أيام،
ونحقق لهم التواصل اللي هم يحتاجونه في مجال أعمالهم. فهذه يعني بشكل شمولي كيف إحنا نشتغل مع ريادة الأعمال. وطبعا من المؤكد أن إحنا بالتعاون مع بنك التنمية نقدم لهم التمويل اللازم لأعمالهم في فترة الاحتضان اللي هي على مدى سنتين في حاضنة الأعمال الرقمية في الوزارة. خدمات عديدة تقدم، تقنيات مختلفة وحديثة في كل سنة تقدم في هذه النسخة والنسخ السابقة. بالأخير كلمة توجهنا للزوار، وكم متوقع إن شاء الله عدد الزوار؟ طبعا من أهم الأمور اللي أنا أريد أن أتوجه فيها للزوار من الشركات، من أخصائيين التكنولوجيا، المعرض وخصوصا في منطقة وزارة المواصلات والاتصالات سنعرض من أهم البرامج اللي هو برنامج قطر الذكية اسمه، وهو راح يستعرض خطة قطر في الخمس سنوات القادمة واللي احنا فعلا بدينا فيها من الحين، كيف قطر ستتحول إلى دولة ذكية. قطر تقدمت في مجالات كثيرة، حققت نسبة من التحول للمدن الذكية، ما شاء الله عندنا لوسيل ومشيرب من المدن الذكية، ولكن هدفنا التحول إلى دولة ذكية. خصصنا هذه المساحة، رح نعرض جميع البرامج اللي احنا نقدمها وجميع المشاريع اللي سيتم التعاقد عليها في 2019، وكذلك الخطة المستقبلية، وأيضا هي منطقة حية للتعايش مع الحلول المختلفة، بحيث أن احنا نعطي فكرة للزوار كيف قطر ستكون إن شاء الله على مدى السنوات القادمة. هذا يميز هذا المكان. الزوار طبعا طموحنا كبير، في النسخة السابقة حققنا أكثر من 17,000 زائر، هذه النسخة وضعنا إن شاء الله هدف أن احنا 30,000 زائر، وإن شاء الله يكون بإذن الله يفوق توقعاتنا. أتمنى أيضا أن الزوار يكونون على اطلاع بكل فعاليات المؤتمر والمعرض، وأيضا إذا حبوا كذلك أنهم يصطحبون الجيل الناشئ معهم. عندنا منطقة أكثر من 700 متر مربع أطلقنا عليها طموحاتك، وهذه المنطقة مخصصة للطلاب من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر، فيها العديد من الفعاليات اللي هي يعني تنمي شغف التكنولوجيا، تعطيهم فعلا قدرة على الابتكار وعلى التخيل، ولمس التكنولوجيا والتفاعل فيها بطريقة ملموسة. فنظمنا مع المدارس زيارات لهذه المنطقة، وأيضا أن نعطي فرصة للجيل الجديد أنه يدخل ويشوف كيفية ريادة الأعمال، كيفية مستقبل التكنولوجيا وأثرها في حياتنا. فالجميع مدعو وأتمنى مشاركة فاعلة. الله يعطيك العافية، ما قصرت، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأنا متأكد إن شاء الله نبيفوق العدد هذا، وخاصة مع كل الخدمات اللي قاعد تقدم في هذا المعرض. السيد ريم المنصوري، وكيل وزارة المواصلات والاتصال، مساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، ما قصرت، شكرا لك. شكرا لك. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجع لكم، خليكم معنا.